خطة النجاح من إنجليزي الثالث المتوسط اللي نزلتها العام حصلت هواي مشاهدات، وهواي طلاب استفادوا من الخطة ونجحوا بسببها، ورسائل تشهد وطلابها ما تنتشهد. لكن هاي على المنهج القديم، تعال نسويها على المنهج الجديد، يعني المنهج هاي السنة تغير. أعطيكم هماتين صور وفيديوهات بالتحديث أو بالمنهج الجديد. مبدئيا مثل ما قلت بالفيديو السابق انه هاي الخطة هي للطلاب اللي مستواهم ضعيف، الطلاب اللي يريدون يحصلون درجة 50 او يحصلون درجة 60. صدقنا هاي الخطة هي تضمن لك درجة من 60 الى 70، ما اقول لك 50 لان هاي مجازفة، ممكن تنسى انت، ممكن تشي، فما اعطيك ال 50، اعطيك درجة من 60 الى 70 اذا ضبطت لي او درست لي شكو شيء راح اذكره خلال هذا الفيديو. وحتى الطلاب اللي يريد يحصلون درجة كاملة بالانجليزي تابعوا هذا الفيديو لان كلش مفيد، راح اذكر لكم اهم الاشياء اللي انتم لازم تركزون عليهن وتوصلكم للدرجة اللي انتم تريدون. يلا نبدا بالخطة وركز بكل شيء راح اقوله وطبق كل شيء اذكره بيه الفيديو. نبدا اول شيء هو شنو تقسيم درجة امتحان انجليزي الثالث المتوسط. انتو يجيكم 5 اسئلة وهاي ال5 اسئلة تكون متفرعة. بالسؤال الاول يجيك اي وبي وسي، بالاي والبي يكون قطعة خارجية. هاي القطعة الخارجية اذا تريد تضبطها وتحصل 15 درجة لازم تحل قطعة خارجية وزارية مال ثالث متوسط. اكتب بالجوجل، اكتب اسئلة انجليزي ثالث المتوسط 2020 مثلا، راح تطلع لك الاسئلة وراح تطلع لك الاجوبة. تمام، تدرب على قطعة خارجية وزارية حتى تعرف شلون تضبط القطعة الخارجية. وشوف هذا الفيديو اللي قدامك كل شو راح يفيدك، وهو اعتبره انطلاق لك لحل القطعة الخارجية. كل شو راح يفيدك هذا الفيديو شوفه للأخير. هاي بالنسبة للسؤال الأول الأي والبي اللي هو القطعة الخارجية وعليه 15 درجة. نجي للسؤال الأول السي. السؤال الأول السي اللي هو قطع الكتاب مالت البانثر، مول جواهر اللي انضاف جديد، هذني تقرأ فقط التمارين، وإذا ما تقدر تقرأهن كلهن وشوفن صعبات عليك ضبط اليونت الأول مالت البانثر ومالت قطعة جواهر مول، هذا 100% راح يجي من عندهم، وقطعة لوسي هماتين بس التمرين، وقطعة الفالكون مال اليونت الثالث، هذن ضبطهن انت ضامن ان شاء الله 6 درجات. زين نروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني بي اي وبي ويكون عليه 20 درجة اللي هو القواعد. الاي هو قواعد مطالب يطلب من عندك، والبي هو قواعد اختيارات. ايش تقرا لي فقط هذن الفيديوهات اللي مخليهن قدامك اللي منزل هناني مال اليونت الاول واليونت الثاني واليونت الثالث، هذن صدقني ضمن لك درجة من 14 الى 20 درجة، لان هن اهم اليونتات مال اليونتات اللي بالبداية. واني بهذا الفيديو مفصل لك القواعد بالتفصيل وحال لك شلون تجيك ومخلي لك اختبارها ماتين بالمحاضرة، فكلش راح تستفاد. شوف الفيديوهات صدقني راح تستفاد. طبعا دا اصور بالسيارة شوف العرق والحار ومن شنو، بس استحمل وبدون شير هذا الفيديو. نروح على السؤال الثالث. السؤال الثالث يجيك اي وبي وسي ودي، ذني يجيك عليها 20 درجة، كل فرع عليها 5 درجات، الاسقاطات والتوصيلات والتعاريف والتنقيط. هذن عليها من تقراهن على هذن الفيديوهات اللي موجودات قدامك. تروح على اليوتيوب تكتب هذني الاسماء مالتهم، وهما ترى راح انزلهم بقناه تليجرام الروابط مالتهم حتى تقراهم. صدقني هذني يضمن لك الدرجه اللي انت تريدها، بس هذني تقراهم وكافي. حتى لو باليوم تقرا لك محاضره من عندهم انت راح تضبطهم. طبعا بالمناسبه هذني الاشياء اللي ذا اذكرهم كلهم موجودات بالمزمه مالتي، تقدر تشتري المزمه من المكتبه، عندهم خدمه توصيلها مالتهم في المحافظات يوصلوها لك للبيت، او انت تقدر تقراهم اذا ما تقدر تشتريها عادي، تقول انه هذا اعلان للمزمه ولا من شنو، بس انت للتسهيل لك انه تقدر تقرا على الفيديوهات كافي او تعشرهم بالكتاب مالتك. تمام، نروح على السؤال الرابع. السؤال الرابع يجيكم اي وبي. الاي راح تكون القصص وعليها 10 درجات بالامتحان الوزاري، هي القصص نفس القطع اماتين اسئله واجوبه. شنو اللي تقرا لي فقط اليونت الاول اليونت الثاني اليونت الثالث اليونت الرابع، هذني تقراهن فقط التمارين اللي موجودات عندكم بالمنهج. راح اخليك اماتين الصور قدامك، هذني وقف الشاشه تريد تكتبهن تريد تعشرهن تريد تشتري المزمة اللي تشوفون على اليوتيوب اذا شارحينها ماتين لك كيف. اما السؤال الرابع البي اللي هو الاملاءات وعلي 10 درجات في الامتحان الوزاري، شنو اللي اريدك تضبط لي؟ اريدك تضبط لي اكتبهن اضافه الاي ان جي، اضافه الاي دي والشواذ وياه، واضافه الاس والدول، تمام، والضمائر، هذني ضبطهن مثل اسمك والمعاكسات ماتين وياهن، هذني 100% يجنك بالامتحان الوزاري وراح تحصل من 6 الى 10 درجات عليها. وها شوف هذا الفيديو عن الاملاءات كلش راح يفيدك وراح يسهل عليك هواي دراسه. نروح على السؤال الخامس والاخير اللي هو الانشاء. طبعا يجيكم اي وبي وانت تختارون فرع واحد، لو تختار لو اي لو بي ويكون عليه 15 درجه بالامتحان الوزاري. هنا شنو اللي اريدك تضبط لي؟ اريدك تضبط لي لو انشاءات اول 4 يونتات، لو انشاءات اخر 4 يونتات. يعني لو ضبط لي لو بالبدايه مال الكورس الاول لو مال الكورس الثاني، هذني ان شاء الله يجي واحد من عندهم دائما بالامتحان الوزاري. وثمان الله.
دقيقة شارك هذا الفيديو ويا أصدقائك الطلاب، لأن والله كلش مفيد، وهواي طلاب ما يعرفون بهاي التفاصيل اللي ذكرتها أنا، وممكن أنت تكون سبب بنجاح هواي طلاب في مال الله.